وفي سلطنة عمان الشقيقة تتميز مظاهر العيد بالكثير من العادات والتقاليد للاحتفال بالمناسبة، ومن أبرزها تزاور الأقارب والجيران واجتماعهم على وجبة الغداء. نعم، وتمتزج بهجة الكبار في العيد من خلال التراث العماني المغنى كالرزحة بفرحة الأطفال بالعيدية والثياب الجديدة. مراسلنا أحمد مبارك الدرمكي رصد عددا من مظاهر تلك الفرحة. عيد الفطر السعيد في سلطنة عمان يعود بكامل حلته بعد اختفاء بعض مظاهره في السنتين الماضيتين، والبداية دائما مع صلاة العيد يؤديها المسلمون في أول أيامه. الناس تصلي الفجر، بعد ما تصلي الفجر تذهب إلى منازلها وتغتسل ثم تتجه إلى مصلى العيد، وهذه عادة في عمان. كل ولايات السلطنة الحمد لله رب العالمين فيها مصلات العيد، فالأطفال والنساء والصغار والكبار كلهم يتجهوا إلى هذه المصلى، يصلوا صلاة العيد ويسمعوا الخطبة، وبعد الخطبة احنا تبدأ معنا أفراح الركض، ركض العرضة سواء خيل أو جمال، وإذا في فنون شعبية كالرسحة وغيرها، ثم بعد ذلك كل حد يتجه إلى بيته، وزيارات العوائل وزيارات الأسر وزيارات الأقارب وزيارات المشايخ وزيارات كل اللي يحب لك تزور زوره. ينطلق العمانيون للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وفقا للعادات والتقاليد في كل منطقة، فالولايات والمحافظات تختلف في التعبير عن فرحتها، لكنها تتفق في سعادتها بقدوم العيد. مظاهر العيد في سلطنة عمان كانت العادة في الأول زمان قبل الجائحة، الهبطات مثل ما تشوف اليوم قدامك الحمد لله عودا حميدا بعد الجائحة، رب العالمين أنعم علينا بالصحة والسلامة الحمد لله. اليوم الأطفال ومظاهر البهجة والفرحة والسرور، ما شاء الله الكل يتسوق، الكل يقضى حوائجه، يجهز أغراضه للعيد. اللهم اجعل عيد خير إن شاء الله وصحة وسلامة. جدول أيام العيد الثلاثة حافل بالعادات والتقاليد المرتبطة بالمناسبة، تم التحضير لها قبيل العيد حيث تنشط أسواق بيع الأنعام المعروفة بالهبطة، بالمقابل تزدحم محلات بيع الحلوى العمانية وصناعة الفضيات وغيرها المتعلقة بمستلزمات العيد. فرحان لأن جينا العيد واشترينا أغراض، اشترينا فشاشات وألعاب نارية واشترينا وسيارة لأخوي. اشتريت اتفاق منظار وسيارة وبلبل. الأطفال لهم حظ وافر من فرحة العيد، بدءا باللبس الجديد والعيدية وانتهاء بالعيود وما يعرضه من هدايا وألعاب، فرحة تتقاطع مع بهجة الكبار بفنون الرزحة وأهازيج التراث العماني المغنى في مثل هذه المناسبات. مع احتفال العالم الإسلامي بعيد الفطر السعيد كشعيرة دينية، إلا أن ثقافات الشعوب شكلت فارقا في مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة، فكل عام والجميع بخير. لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك درمكي، سلطنة عمان.